بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب طويل هنرجع تاني نكمل نفس اللي كنا بدأناه في موضوع الدكتور أحمد عمارة. يمكن أنا غبت فترة لأن أنا كنت محتاج أدرس الموضوع بعمق أكتر. بعض الناس اللي أتباعوا دخلوا لي قالوا لي طب شوف اتأكد، ورغم ان انا كنت متاكد بس من حقهم عليا ان اتاكد، زي ما انا بقول لهم اتاكدوا انتوا كمان، يعني من حقهم عليا ان انا كمان لازم اتاكد. فانا لما بحثت للاسف يعني سامحوني، انا اكتشفت بلاوي اكتر من البلاوي اللي كنت عارفها قبل كده. اكتشفت الفلسفه اللي بينطلق منها دكتور احمد عمار، اكتشفت حاجات بكلمكم عنها التفصيل وابعت لكم لينكات عشان في ناس متخصصه وباحثه في الموضوع ده وناس علميه مش شيوخ، عن موضوع الالحاد الروحاني وعن الفكر الباطني الحديث وعن حركة العصر الحديث اللي بيستخدموا ازاي علوم الطاقة والطاقة الحيوية والطبيعة والكلام الجميل اللي أظاهره بالنسبة لنا ديني واحنا عشان كده بنقبله، لكن هبين لكم ايه هو فلسفته وازاي الناس دي بتدعونا للإلحاد بالله سبحانه وتعالى وازاي بيغيروا فكرنا وعقائدنا وتكويننا كله بالكامل من غير ما حد يشعر، لأنه بيتكلموا باسم الخير والقوة والإخاء وتنمية المستدامة والحاجات الجميلة دي خالص عشان الشنطة بقى. فخلونا إن شاء الله نكمل مع دكتور أحمد عمارة والفكر أو الحادي الجديد ونكشف أصوله. وعلى فكرة هنستخدم آيات قرآنية كتير قوي عشان هو بيحب القرآن وبيحبش الأحاديث، فإحنا هنفاجئه إن بالآيات القرآنية هنقول له كلام يزعله جدا، ونكشف لكل أتباعه إن الدكتور أحمد عمارة بيجيب الآيات اللي على مزاجه ويفسرها على مزاجه ويسيب الآيات اللي مش على مزاجه خالص، رغم ان هي صريحة وواضحة جدا جدا جدا. استنونا قريبا ان شاء الله مع أسامة جلال الملهم.